هنلخص مع بعض في الفيديو ده أدوية السمباثيتك، وفي الآخر هقول لكم إيه الأسئلة المهمة وإزاي تجاوبوها. بس عايزكم تعرفوا في الأول إن إحنا بنقسم السمباثوميميتك إلى دايركت زي اللي قدامنا دول، وننزل مع بعض تحت شوية، وإن دايركت وهفهمكم يعني إيه، وميكسد. بالتالي خلاص إحنا فهمنا دايركت يعني إيه. دايركت يعني الدواء اللي باخده بيروح يمسك في الريسبتور ويعمل لي الأكشن. طب يعني ايه بقى ان دايركت؟ احنا عارفين طبعا ان الكيميكال ترانسميتر بتاع السمباثيتك سيستم اسمه ايه؟ اسمه النور ادرينالين. انتوا عارفين الان دايركت اما بتروح تزود لي الريليز اوف النور ادرينالين، او بتمنع لي الري ابتيك. بتمنع لي ايه؟ الري ابتيك اوف النور ادرينالين. يبقى لما اقول لك مين هم الان دايركت، حاجه من اتنين، اما بيزودوا لي الريليز اوف النور ادرينالين او بيمنعوا الري ابتيك. طب يعني ايه بقى ميكسد؟ ميكسد يعني دايركت وان دايركت مع بعض. والمثال الوحيد ليه عندنا هو الايه؟ هو الافيدرين، وسهل لكم الدنيا ما تقلقوش. تعالوا بس ناخد فكره سريعه عن الايه، عن الدايركت سمباثوميميتك. هم 5 ادويه عايزكم تحفظوهم معايا بالترتيب: ادرينالين، ايزوبرينالين، الدوبامين، والدوبيوتامين، والنور ادرينالين. هندخل في الكلام المهم على طول. احنا المفروض عايزين نعرف فيهم الميكانيزم اوف اكشن والاكشن واستخدامات كل دواء والاعراض الجانبيه. بس بالله عليكم اهم حاجه نحفظها هنا، كل دواء بيشتغل لي على انهي ريسبتور. كل دواء ايه بيشتغل لي على انهي ريسبتور؟ الحته دي هي اللي هتلخص لنا الموضوع. الادرينالين اللي هو اول دواء بيشتغل لي على كله، الالفا والبيتا. طيب الايزوبرينالين اللي هو تاني دواء بيشتغل لي على ايه؟ على كل البيتا، بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. الدوبامين تالت دواء معانا بيشتغل على 3 انواع من الريسبتور، اما دي 1 او بيتا 1 او الفا 1. امتى يشتغل لي على دي 1؟ في اللو دوز. طب امتى يشتغل لي على بيتا 1؟ في الموتر دوز. والفا 1 فين؟ في اللارج دوز. حلو حلو. الدوبيوتامين بيشتغل لي على البيتا اونلي، على البيتا ريسبتور بس. النور ادرينالين بيشتغل لي على الالفا والبيتا 1 بس، مينلي بيشتغل لي على ايه؟ على الالفا. يبقى احنا هنعتبر عشان كده هعمل لك الالفا ايه؟ هعمل لك الالفا كبيره. يبقى بالله عليكم اللي هيسهل لنا الدنيا انك تعرف كل دواء بيشتغل على انهي ريسبتور. ولازم محدش ينفع يسمع الفيديو ده من غير ما يكون سمع الايه؟ الريكورد اللي انا رفعته لك على الايه؟ على التليجرام. طيب الاساس في الشرح عندنا في ال5 ادويه دول هو الادرينالين، وهنطلع منه ايه؟ الاجابات بتاعت باقي الادويه. بس عايزكم برضو هنقول حته صغيره كده في الاول. الادرينالين قلت لكم بيشتغل على الالفا والبيتا. امتى يشتغل على الالفا وامتى يشتغل على البيتا؟ بيشتغل على البيتا في اللو دوز. يبقى هو لو خدته بجرعه صغيره هيشغل لي البيتا، اما لو خدته بجرعه كبيره هيشغل لي ايه؟ هيشغل لي الالفا ريسبتور. اول حاجه عايزين نعرفها بقى الاكشن بتاعه الادرينالين. ومفيش اسهل من الاكشن بتاعه الادرينالين، لان بسهوله انت هتشوف كل ريسبتور موجود فين، او هتشوف اماكن الريسبتور على الاورجانز وتشغلها يا عم الحاج. تشوف الريسبتور دي لما بتشتغل ايه اللي هيحصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندنا الجي اي تي واليورينري، مش انا قلت لكم الادرينالين بيشغل الالفا والبيتا؟ يبقى هيشغل الايه؟ كل الاورجانز. من ضمن الاورجانز الجي اي تي واليورينري بلادر، احنا عارفين ان عليهم ايه؟ عليهم بيتا 2 ريسبتور، وبيتا 2 لما تشتغل هتعمل ريلاكسيشن للوول، او انهبيشن فين؟ في الوول. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي عندنا تاني، عندنا حاجه اسمها السويت جلاند، واحنا عارفين السويت جلاند عليها انهي ريسبتور؟ عليها الفا 1، فهتزود لي السويت من ايه؟ من الابوكراين سويت جلاند. انا بس بضرب لكم امثله سريعه كده على الاورجنز، انت كل اللي فيها هتشوف الريسبتور موجوده فين وتشغلها لي، تشوف لما تشتغل هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي انهي اكشن. من ضمن الاورجنز برضو اللي عندنا الايه؟ البرونكاي. كان عليها انهي ريسبتور البرونكاي؟ كان عليها بيتا 2، وبيتا 2 لما بيشتغل بيعمل لي برونكو دايلاتيشن. طيب عندنا الاي، الاي كان عليها انهي ريسبتور بالنسبه للادرينرجيك ريسبتور؟ كان عليها لو تفتكروا الالفا 1 موجود فين؟ في الدايليتور بيوبيلي ماسل، ولما يشتغل الالفا 1 هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ميدرييزس. هشرح لك الاي بالتفصيل دلوقتي هنا، بس بديك فكره سريعه كده. بالنسبه للسي في اس او الكارديو فاسكولار سيستم، بتكلم فيه على 3 حاجات: على الهارت والبلاد فيسل والايه والبلاد بريشر. الهارت عليه انهي ريسبتور؟ عليه بيتا 1، وبيتا 1 اللي في الهارت لما بتشتغل بتزود لي شغل الهارت ولا بتقلله؟ طبعا بتزود لي. يبقى الادرينالين على الهارت هيشغل بيتا 1، فهيشغل لي او هيزود لي الكاردياك بروبرتيز.
طيب على البلاد فيسل او على الاوعيه الدمويه، احنا عارفين الاوعيه الدمويه فيها نوعين ريسبتور، فيها الفا 1 وبيتا 2. طيب على حسب الدوز بقى، لو خدت الادرينالين بهاي دوز هيشغل لي ايه؟ هيشغل لي الفا 1 فيعمل لي فازوكونستريكشن. اما لو خدته بلو دوز، مش احنا قلنا اللو دوز بتشغل لي بيتا، لو خدته بلو دوز هيشغل لي ايه؟ هيشغل لي بيتا 2، وبيتا 2 لما بتشتغل بتعمل لي فازو دايلاتيشن. يبقى ببساطه كده هو على البلاد فيسل على حسب الجرعه اللي باخدها، لو خدت الادرينالين بهاي دوز هيشغل لي انهي ريسبتور؟ هيشغل لي الالفا ريسبتور فهيعمل لي فازو كونستريكشن. طب لو خدته بلو دوز هيعمل لي ايه؟ هيشغل لي البيتا 2، وبيتا 2 لما بتشتغل بتعمل لي فازو دايلاتيشن. طيب اخر حاجه في السي في اس عايزين نعرفها تاثيره على الضغط على البلاد بريشر، او دي هاجلها لكم دلوقتي عشان اشرح الخمس ادويه مع بعض، هي سهله ما تقلقوش. هل بيعلي الضغط ولا بيقلله؟ هنقول الكلام ده في الاخر. تمام، يبقى فكره اجابه الاكشن بتاع الادرينالين من غير حفظ، بالله عليكم حد يحفظ، هتشوف لكل ريسبتور موجود فين ولما بيشتغل بيعمل لي ايه. حلو حلو. عايزكم تعرفوا بقى ايه استخدامات الادرينالين. السؤال ده مهم. مهم. بيستخدم ايه في الادرينالين؟ في ايه؟ اي بي سي دي اي. ايه يعني ايه؟ الرجي او انافلاكتيك شوك. لما يجي لك كده في الام سي كيو مين هو الدراج اوف تشويس في علاج الانافلاكتيك شوك، هتقول له ايه؟ الادرينالين. تاني ايه معانا بستخدمه؟ مع اللوكال انستيك، مع ادويه الايه؟ ادويه التخدير، عشان يزود لي الديوريشن بتاع الانستيزيا، لانه بيعمل ايه؟ بيعمل لي فازو كونستريكشن. يبقى قلت لك اي بي سي دي. بي يعني ايه؟ بي بستخدمه في البرونكيال ازمه عشان يعمل لي برونكو دايلاتيشن. طيب سي يعني ايه؟ بستخدمه في الكاردياك اريست، يعني لو القلب مش شغال لانه بروح يشغل لي بيتا واحد اللي على الهارت وزود لي الكاردياك بروبرتيز. دي عندنا دواء اسمه الديبي فيفرين، بستخدم الديبي فيفرين ده في علاج الجلوكوما. بستخدمه فين؟ في علاج الجلوكوما. الديبي فيفرين ده يا جماعه ببساطه ده برو دراج، بستخدمه كاي دروب كقطره في العين، ولما بيدخل جوه العين بيتحول لي الى ادرينالين. يبقى ببساطه كده الديبي فيفرين اللي بيبدا بحرف الدي بستخدمه في علاج الايه؟ في علاج الجلوكوما. وايه يعني ايه؟ يعني ايبيستاكسيس، لو واحد عنده نزيف من النوز بتاعته هستخدمه الادرينالين. ليه؟ عشان يعمل لي فازو كونستريكشن ويقفل لي الوعي الدموي. اخر حاجه بستخدمه فيها، بستخدمه لو حد عنده هايبوجلايسيميا او السكر عنده قليل. ليه بستخدمه في الناس اللي عندهم هايبوجلايسيميا؟ لان الادرينالين بيروح يشغل لي او بيزود لي الجلايكوجينوليز، بيزود لي تكسير الجلايكوجين اللي في الليفر ويحوله الى جلوكوز. ده بسرعه استخدامات الادرينالين اي بي سي دي اي. مش عايز اطول عليكم برضو في الشرح عشان الوقت، بس بالله عليكم. السايد افكت بقى بالله عليكم هنا هنحفظها عشان هي اللي هنطلع منها بعيد السايد افكت بتاعت الادويه. طيب السايد افكت بتاعت الادرينالين اي بي سي دي اي برضو. ايه يعني اريزميا؟ ليه اريزميا؟ لانه بيزود لي شغل الهارت، هيعمل لي اريزميا وبيعمل لي ذبحه صدريه، بيزود اللود على الهارت. طيب وايه يعني انكزايتي؟ لانه بيعمل لي ايه؟ بيزود لي الاستيميوليشن. وبي يعني بالبيتيشن. بالبيتيشن يا جماعه يعني خفقان الايه؟ القلب، ببقى حاسس بضربات قلبي، ده اسمه بالبيتيشن. وسي يعني سريبرال هيموريج، عمل نزيف في المخ. ودي يعني ديكريز السليبنج، معناها ايه ديكريز السليبنج؟ ريستلسنس، هي الايه؟ الانكزايتي يعني. واي يعني انفاركشن. يعني ايه انفاركشن؟ يعني كومبليكيتد انجينا ببساطه. انفاركشن يعني كومبليكيتد انجينا بسبب برضو الايه؟ زياده الكاردياك بروبرتس او بزياده اللود على الهارت. واف يعني فاست هارت بيت، يعني اعمل لي تاكي كارديا، وتركز لي على ايه؟ على تاكي كارديا دي. وجي يعني جانجرين، وبعد كده يعمل لي هايبر تنشن. ليه يعمل لي هايبر تنشن؟ بسبب الفازو كونستريكشن. وبيعمل لي تريمورس في الاخر. يبقى بالله عليكم اي بي سي دي اي اف جي. طيب قلت لكم ليه هتحفظوا او تركزوا على السايد افكت بتاعت الادرينالين؟ لان لو سالك سؤال ايه هي السايد افكت بتاعت الايزوبرينالين اللي هو تاني دواء، ببساطه جدا هتقول له هي السايد افكت بتاعت الادرينالين. لو سالك سؤال ايه هي السايد افكت بتاعت الدواء الثالث اللي اسمه الدوبامين، هتقول له هي السايد افكت بتاعت الايه؟ بتاعت الادرينالين، بس هتزود حاجتين، هتزود انه بيعمل لي نوزيا وفوميتنج. حلو، يبقى سايد افكت بتاع الدوبامين اللي هو الدواء الثالث زي الادرينالين، بس بزود الايه؟ النوزيا والفوميتنج. لسه هندخل على نور ادرينالين اخر دواء.
عايزك بس تعرف معايا حتة كده وقبل ما ادخل في التفاصيل. الدواء الاول والتاني والتالت والرابع بيعملوا لي تاكي كارديا، اما الدواء الاخير اللي هو النور ادرينالين بيعمل لي برادي كارديا، ولسه هشرح لك ليه. بس اعرف لي بس اول 4 ادويه بيعملوا لي تاكي ولا برادي؟ بيعملوا لي تاكي كارديا، والدواء الاخير اللي هو النور ادرينالين بيعمل لي برادي كارديا عشان الام سي كيو. تعالوا بقى اشرح لكم حته البلاد بريشر اللي هي ايه، تاثير الادرينالين على البلاد بريشر. طب عشان نفهمها مع بعض تعالوا نبص على حته كده. عندنا يا جماعه زي ما قدامنا كده عندنا حاجه اسمها السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر. اللي بيتحكم لي في السيستوليك بلاد بريشر زي ما احنا شايفين الكاردياك اوت بوت، يعني الدم اللي طالع من الهارت، والتوتال بريفرال ريزيستنت يعني الدايمتر بتاع البلاد فيسل. اما اللي بيتحكم لي في الدايستول التوتال بريفرال ريزيستنت ايه بس. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان لو الكاردياك اوت بوت يعني الدم اللي طالع من الهارت زاد، السيستوليك بلاد بريشر ايه هيزيد. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان التوتال بريفرال ريزيستنت لو زادت الدايستوليك بلاد بريشر هيزيد. طيب امتى التوتال بريفرال ريزيستنت تزيد؟ لما يحصل لي فازو كونستريكشن ولا فازو دايلاتيشن؟ طبعا لما يحصل لي ايه، فازو كونستريكشن. اما لو حصل لي فازو دايلاتيشن التوتال بريفرال ريزيستنت هتزيد. تعالوا بقى نقول اقول لكم احنا انا قلت الكلام ده ليه. عشان تعرف ان الادرينالين في المودريت دوز او اللو دوز بيزود لي السيستوليك بلاد بريشر ويقلل لي الدايستوليك، اما في اللارج دوز هقول لك ليه دلوقتي. اما في اللارج دوز الجرعات الكبيره هيزود لي السيستوليك برضو والايه والدايستوليك. طيب بالله عليكم ليه الادرينالين في المودريت دوز زود لي السيستوليك وقلل لي الدايستوليك؟ ببساطه لانه في المودريت دوز بيشغل لي ايه، بيشغل لي البيتا ريسبتور، والبيتا ريسبتور لما بتشتغل على الهارت فتزود لي الكاردياك اوت بوت، والكاردياك اوت بوت لما يزيد هيزود الايه السيستوليك. طب البيتا ريسبتور لما بتشتغل على البلاد فيسل هتعمل لي فازو دايلاتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ هتعمل لي فازو دايلاتيشن. معنى كده ان التوتال بريفرال ريزيستنت هتقل، معنى كده ان الدايستوليك ايه، الدايستوليك هيقل. طيب ليه في اللارج دوز زود لي السيستوليك والدايستوليك؟ لان في اللارج دوز هيشغل لي ايه، هيشغل لي الالفا ريسبتور، ولما الالفا ريسبتور تشتغل هتشتغل لي على البلاد فيسل فهتعمل لي او هتزود لي التوتال بريفرال ريزيستنت فهتزود لي السيستوليك والدايستوليك. حلو حلو. طيب تعالى بقى نشوف البلاد بريشر او الايزو، تاثير الايزوبرينالين على البلاد بريشر بالمره. يعني الايزوبرينالين بيشغل لي يعني ريسبتور، بيشغل لي البيتا ريسبتور، كل انواع البيتا، بيتا 1 و2 و3. يبقى تاثيرها او تاثير الايزوبرينالين على البلاد بريشر هيزود لي السيستوليك ويقلل لي الدايستوليك. طيب ليه؟ تعالوا برضو نفهم، قولوا معايا بالله عليكم. هيزود لي السيستوليك لانه هيشغل لي بيتا 1 اللي على الهارت فهيزود لي الكاردياك اوت بوت، هيقلل لي الدايستوليك لانه هيشغل لي بيتا 2 اللي على البلاد فيسل فهيقلل لي التوتال بريفرال ريزيستنت. حلو حلو. طيب ايه تاثير الدوبامين اللي هو الدواء الثالث على البلاد بريشر؟ ببساطه الدوبامين في المودريت دوز هيعمل لي ايه، هيشغل لي بيتا 1 فيزود لي الكاردياك اوت بوت. حلو حلو. طب لما الكاردياك اوت بوت يزيد هيزود البلاد او هيزود السيستوليك بلاد بريشر. ده في المودريت دوز خلي بالكو. اما لو خدت الدوبامين بلارج دوز، اللارج دوز هتشغل لي ايه، هتشغل لي الفا 1، ولما الفا 1 تشتغل هتعمل لي فازو كونستريكشن، ولما يحصل لي فازو كونستريكشن التوتال بريفرال ريزيستنت هتزيد فهتعمل لي زياده في الدايستوليك بلاد بريشر وهكذا. يبقى انتوا عرفتوا بنطلع السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر ازاي؟ ما فيهاش حفظ بالله عليكم، القانون اللي انا قلته لكم تحفظوه وتطبقوه فين؟ على ال5 ادويه. طيب عشان نسهل الدنيا برضو، ال5 ادويه بيزودوا لي السيستوليك بلاد بريشر، ال5 ادويه بيزودوا لي ايه؟ السيستوليك بلاد بريشر. الفكره كلها في الدايستوليك. ده كده احنا جمعنا تاثيرهم على البلاد بريشر ال5 ادويه، وشرحنا الاكشن بتاع الادرينالين واستخداماته والسايد افكت. طيب كده يعتبر ما فيش حاجه نقولها تاني. ليه؟ لان لما اقول لك ايه هي الاكشن بتاعه الايزوبرينالين في كلمه واحده، هي الاكشن بتاعه الادرينالين. لما اقول لك ايه هي الاكشن بتاع الدواء التاني اللي اسمه الايزوبرينالين، انا الاجابه هي الاكشن بتاعه الايه، بتاعه
الادرينالين، ما عدا انه ملوش اكشن على السويت جلاند، لان السويت جلاند فيها الفا واحد وهو ما بيشتغلش على الالفا. تمام. تعالوا بقى ندخل على ايه، على السايد افكت بتاعته. السايد افكت بتاعته برضو هي الادرينالين. يبقى ببساطه يا جماعه بالله عليكم عشان ما تتهوش نفسكم، الدواء التاني الاكشن والسايد افكت زي الايه، زي الادرينالين، وما تدخلوش في حوارات وتفاصيل. تعالوا بقى اقول لكم الاكشن بتاع النور ادرينالين بسرعه. الاكشن بتاعه على الكارديو فاسكولار سيستم بس، يبقى الدواء الاخير بيشتغل على الفا، الاكشن بتاعه على ايه، على الكارديو فاسكولار سيستم بس. والكارديو فاسكولار سيستم بنتكلم على 3 حاجات، ايه هم؟ الهارت والبلاد فيسل والبلاد بريشر. طب الهارت بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي حاجه بالله عليكم اسمها ريفليكس برادي كارديا. انا قلت لك كل الادويه بتعمل لي تاكي كارديا ما عدا الدواء الاخير اللي هو النور ادرينالين، بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ريفليكس برادي كارديا. طيب بيعمل لي بقى ريفليكس برادي كارديا ليه؟ ويعني ايه ريفليكس اصلا؟ ده حوار مش عايزين ندخل فيه عشان الوقت بتاع الفيديو بتاعنا.